أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، يتجدد اللقاء معكم في برنامجكم ماشية الصحافة، حيث نواصل تسليط الضوء على أبرز ما تناولته الصحافة المحلية والعربية والدولية حول مناقب ومآثر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجبر الصباح طيب الله ثراه. ويسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الصحفي البرلماني رشيد الفعم. حياك الله رشيد معنا. اهلا وسهلا، حياكم الله وعزائي الكبير لكم وللعالم كافه اخي سعيد. نعم، اذا مشاهدينا بعد الفاصل نبدا جولتنا بالصحافه المحليه. نستهل جولتنا بالصحافة المحلية وبالتحديد من صحيفة القبس التي كتبت: تحول المطار الأميري أمس إلى خلية نحل، حيث تقاطر العديد من الرؤساء والقادة لتقديم واجب العزاء بسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمه الله. وأكد الرؤساء والقادة أن الأمير الراحل طيب الله ثراه كرس حياته لإعلاء راية الكويت، وسعى إلى نشر المحبة والسلام في ربوع العالم، واستحق بجدارة لقب قائد الإنسانية، مشددين على أن الكويت كبيرة بمكانتها وإسهاماتها الدولية. في صحيفة النهار نقلت قول الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وحاكم إمارة دبي بدولة الإمارات العربية، إنه خلال زيارته لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه، استذكر مناقب الراحل الأخ والصديق والحكيم صباح الأحمد رحمه الله ومناقبه وعلاقته الخاصة مع شعب الإمارات. وأكدنا واجبنا جميعا في تطوير هذه العلاقة، الإمارات للكويت والكويت للإمارات. في السياق ذاته ذكرت صحيفة الراي أن ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز الأمير تشارلز قدم واجب العزاء في سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه. واستقبل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه أمير ويلز لتأدية واجب العزاء. وفي صحيفة الأنباء نقرأ: استقبال صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري صباح أمس ممثل الحكومة في الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وزير الدفاع مارك توماس إسبر والوفد المرافق، حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه. كلمات سمو الأمير الراحل في مجلس الأمة رسمت سياسة الاتزان للكويت وحافظت على الأمن والاستقرار. تحت هذا المانشيت قالت صحيفة الصباح إن 19 نطقا ساميا ألقاها أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه أمام النواب في مجلس الأمة منذ توليه مقاليد الحكم، بدءا بالخطاب السامي الأول الذي ألقاه الراحل عقب تقلده مسند الإمارة. تلك الكلمات جاءت بمثابة خريطة طريق سارت عليها السلطتان في طوال هذه الفترة وحققت العديد من الإنجازات وطموحات المواطنين.
وفي نفس الإطار كتبت صحيفة الكويتية أن السنوات ال14 التي تولى فيها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مسند الإمارة شهدت محطات مضيئة على الصعيد التشريعي، حيث صدر خلالها 1168 تشريعا منها 317 قانونا و269 اتفاقية و582 قانونا خاصا بالميزانيات والحساب الختامي، إضافة إلى 1149 أمرا أميريا ومرسوما. وبالرغم من دلالة العدد الهائل الخاص بتشريعات والمراسيم، فإن الإنجاز الأكبر يكمن في نوعية التشريعات التي تعد علامات فارقة في تاريخ التشريع الكويتي، فقد صدرت تشريعات نوعية في مجالات الاقتصاد والحريات الإعلامية والمساعدات العامة والرعاية الاجتماعية وغيرها. إذن أستاذ رشيد، كان أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه يولي اهتماما كبيرا بالإعلام والإعلاميين، كصحفي كيف رأيت ورصت هذا الجانب؟ بلا شك، يعني صاحب السمو الراحل رحمة الله عليه كان يضع دائما أولوياته فيما يخص الأمور الإعلامية، والدليل هو الاجتماعات الدولية التي يعني يحرص عليها في كل فترة، الالتقاء مع رؤساء تحرير الصحف ومع وسائل الإعلام المختلفة وكونه ووزارة الإعلام وإلى آخره. لذلك كان حريص دائما على مثل هذه اللقاءات، بل كانت هناك لقاءات وزيارات مستمرة لجمعية الصحفيين الكويتية والجمعيات المختصة في الإعلام يعني والتكنولوجيا. لذلك بلا شك كانت هناك العديد من القوانين التي بل المشاريع بقوانين التي تقدمت بها الحكومة خلال يعني أبان توليه الأمارة، وهي القوانين المختصة في الإعلام الإلكتروني والجرائم الإلكترونية وإلى آخره. هناك بعض التشريعات التي قدمت والتي تدفع باتجاه أن يكون هناك حرية للرأي وكان يكون هناك طرح إعلامي سليم. بلا شك هناك الكثير من المراكز التي يعني وافقت عليها الحكومة ممثلة يعني بصاحب السمو الأمير الراحل، كثير من المراكز الحيوية والإعلامية والثقافية كانت على عهد صباح الأحمد رحمة الله عليه، وهذا يعطي دلالة واضحة أن خلال فترة يعني أمارته كانت هناك العديد من الأنشطة والعديد من المراكز والعديد من القوانين المختصة في الإعلام، كانت يعني دائما ما تكون حاضرة في باله، ودائما ما تكون القوانين المختصة في الإعلام حاضرة في تشريعاته، ودائما ما يكون هو الدافع الأساسي في أن يكون هناك إعلام ناضج وإعلام واعي من أجل يعني استقرار وازدهار دولة الكويت. نعم، مسيرة أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه شهدت محطات مضيئة على الصعيد التشريعي خصوصا، كصحفي برلماني أستاذ رشيد حدثنا عن هذا الجانب. طبعا بلا شك كانت هناك العديد من المشاريع الحيوية والنوعية التي يعني كانت حاضرة خلال مسيرة الأمير الراحل. هناك مشاريع لم تكن مشاريع عادية في المنطقة، بل مشاريع عملاقة ودولية في عهد صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد. تم تشييد محطة الصبية لتحلة المياه، والتي تعتبر أكبر محطة لتحلة المياه في الشرق الأوسط في عهد صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد. تم إصدار مرسوم أو مشروع بقانون للمصفاه الرابعة، والتي تعتبر من أكبر مصافي النفط المختصة بتكرير البتروكيماويات، بالإضافة إلى المشروع الحيوي والمشروع الرائد والمشروع ذو النفس المستقبلي الواعد، وهو مشروع ميناء مبارك الذي يعني كان ديدا صاحب السمو هو نقل هذه الخارطة الجغرافية وهذه البقعة الجغرافية الصغيرة وتحولها من بقعة عادية إلى مركز مالي وتجاري، وهو ميناء مبارك. ميناء مبارك لم يكن من المشاريع العادية والمشاريع يعني، لذلك كان ميناء مبارك الكبير هو من المشاريع الرائدة عالميا، بل كان يعتبر من أكبر الموانئ العالمية المختصة في نقل البضائع. هذا ميناء مبارك لن ننسى في عهد يعني صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد بناء يعني
اكبر من اصل يعني 12 اكبر مطار في العالم، وهو مطار الكويت الجديد، والذي ان شاء الله باذن الله خلال العام المقبل او الذي يليه سيتم افتتاحه. لذلك كل تلك المشاريع لم تكن مشاريع عاديه، بل كانت مشاريع رائده في المنطقه، مشاريع حيويه. نحن نتكلم عن اكبر مصفاه للبتروكيماويات في الشرق الاوسط، نتكلم عن اكبر محطه لتحليه المياه في الشرق الاوسط، نتكلم عن ميناء سيعتبر كونكشن ما بين الجزء الشمالي من العالم والجزء الجنوبي والشرقي، وهو ميناء مبارك. هذه المشاريع الضخمه كانت حاضره في ذهن صاحب السمو الامير الراحل، وهو ان تتحول الكويت الى مركز مالي وتجاري. خلال ال 14 عام الماضيه انتقلت الكويت نقله نوعيه ما بين الركود الاقتصادي وما بين الى النهضه الاقتصاديه والعمرانيه. نحن نتكلم عن مركز جابر الثقافي، والذي يعتبر من اكبر المراكز المختصه بالثقافه والفنون في العالم. نحن نتكلم عن معاهد كثيره مختصه في الشؤون يعني الرياضيه والثقافيه. عهد صباح الاحمد لم يكن عهد عادي، هو عهد تنموي بلا شك، هو عهد تشريعي بلا شك. تقدمت الحكومه، يعني حكومه تمثل صاحب السمو في ممارسه صلاحياتها، تقدمت بالعديد من التشريعات والمشاريع بقوانين، وانا كصحفي في مجلس الامه حضرت الكثير من المشاريع بقوانين التي تقدمت بها الحكومه، ما يقارب 381 مشروع بقانون تقدمت بها الحكومه، نصف هذه المشاريع هي متعلقه في الامور الاقتصاديه والتنمويه، هناك خطه تنميه قدمت في عام 2009 و2012، وهي يعني من اولى خطط التنميه التي تقدم بها الحكومه خلال الفصول التشريعيه من بعد دستور 62. لذلك كل تلك الامور تؤكد ان يعني عهد ويعني مسيره الشيخ صباح الاحمد هي مسيره مزدهره بالتنميه ومزدهره بالعلوم ومزدهره بالامور المتعلقه بالاقتصاد، والدفع باتجاه ان تكون الكويت يعني دوله اقتصاديه، دوله يعني قادره على النهضه العمرانيه والتنمويه. نعم. حبا لصباح وتقديرا لنواف، تحت هذا المانشيت قالت صحيفة الشاهد إن الوفود العالمية تقاطرت مجددا على البلاد للتعزية بوفاة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه. إطارها العام وجوهر تفاصيلها منبعها ومصبها واحد، حبا لفقيد الأمة وأجلالا وتقديرا للكويت وأميرها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه. وعبرت كلمات القادة ورؤساء وفود دول عربية وعالمية قدموا إلى الوطن أمس عن مكانة صاحب السمو الأمير الراحل وأدواره السياسية والدبلوماسية والإنسانية، ورأوها تعكس ما تحظى به الكويت من موقع مرموق في أجندات علاقات العالم الدولية. وبرز خلال اللقاءات التي جمعت صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه وضيوفه تأكيد مختلف الأطراف على تعزيز التعاون مع الجانب الكويتي والارتقاء بسبل الارتباط به، فهذا نهج الأمير الراحل كما أن نهج الشيخ نواف يؤمن بهذا المسلك وفقا لتصريحات عدة حظيت لدينا بالاهتمام والتعظيم. ما في صحيفة الجريدة مشاهدين عنونت مهنئون للأمير، أعانكم الله على حمل الأمانة لاستكمال مسيرة قائد الإنسانية. وفي تفاصيل الخبر كتبتنا صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه تلقى برقيات ورسائل تهنئة من رؤساء ووزراء ومسؤولين بمناسبة توليه مقاليد الحكم، تمنوا لسموه فيها دوام التوفيق والسداد، سائلين الله أن يعين سموه على حمل هذه الأمانة لاستكمال مسيرة المغفور له بإذن الله تعالى. سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمه الله في قيادة سفينة الكويت إلى مزيد من الازدهار والتقدم. إذن مشاهدينا ماشيت الصحافة مستمر معكم، لكن بعد هذا الفاصل نتجه إلى الصحف العربية والعالمية. إنا لله وإنا إليه راجعون.
إن قلوبنا لتحزن وإن عيوننا لتدمع وإنا على فراقك يا صباح لمحزونون. اللهم آجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم مثواه وطيب ثراه واجعل الجنة مستقره ومثواه. أنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. تناولت صحيفة الشروق مشاهدينا كثيرا من إنجازات سمو الأمير الراحل طيب الله ثراه، وكتبت ما يلي: ألقاب عدة وصف بها الشيخ صباح الأحمد الجبر رحمه الله أمير دولة الكويت الراحل، منها ما وصفه به بان كي مون الأمين السابق للأمم المتحدة بأن أمير الكويت قائد الإنسانية وزعيم بارع، كما حصل على لقب شيخ الدبلوماسيين العرب. ولم تكن هذه الألقاب من فراغ، فعلى مدار مشوار أمير الكويت الراحل المهني والسياسي الذي بدأه في يوليو عام 1954 عندما صدر قرارا أميريا أسند إلى الصباح مهمة تنظيم مهمة ومصالح الحكومة الرئيسية. وتضيف الصحيفة: تبنى الصباح عددا من المبادرات والحلول، وخصوصا عند ولايته لوزارة الشؤون الخارجية عام 1963 أنهت العديد من الصراعات بين الدول. ورصدت صحيفة الشروق أبرز الصراعات والنزاعات التي قام فيها أمير الكويت الراحل بدور الوسيط لإنهاء الصراعات بين دول المنطقة، ما جعله أهلا للقب شيخ الدبلوماسيين العرب. إذن ليس من السهل إطفاء الحرائق بين الدول وأطراف النزاعات. رشيد، ما الذي ميز سمو الشيخ صباح رحمه الله كي يحمل هذا العبء العظيم؟ طبعا ما ميز الشيخ صباح الأحمد رحمة الله عليه، هو يعني دائما يعني يمتاز بشغلة يعني جدا مميزة، وهي أن يكون دائما كونكشن، وأن يكون دائما حاضرا في حلحلة الكثير من المشاكل. صاحب السمو الأمير يقول عنه يعني كثير من يعني المختصين في الشؤون السياسية، وأعتقد على سبيل المثال ما قاله يعني كيسنجر، ثعلب ثعلب السياسة الأمريكية، والذي لا زالت تدرس في يعني جامعات العالم مناهجه وسيرته السياسية، يقول أن وزير الخارجية الكويتي يعرف ماذا يريد وماذا أمريكا تريد. هو بلا شك شخصية الشيخ صباح الأحمد رحمة الله عليه قادرة امتازت بحلحلة الأمور من ناحية أن يستطيع أن يجمع الفرقاء على طاولة واحدة، وهذا ما حصل أبان الحرب الأهلية في لبنان، وهذا ما حصل في الحرب ما بين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي. دعا إلى مؤتمر عام 79 في دولة الكويت، وكان هذا المؤتمر وهذه الطاولة التي دعا إليها صباح الأحمد هي باكورة حلحلة المشاكل ما بين اليمن الشمالي والجنوبي، بل كان حاضرا في كافة الخطابات التي يعني تلاها الفصائل المتنازعة في اليمن. كذلك كان حاضرا في الحرب الأهلية في لبنان، ونحن نستذكر في هذا المجال أيضا يعني المؤتمر الذي دعا في عام 76 للفصائل المتنازعة في لبنان. أيضا لا ننسى المشاكل التي حصلت ما بين موريتانيا والمغرب، لدرجة أن كان هناك اجتماعات ماراثونية في دولة الكويت كان يدعي إليها صباح الأحمد. كل تلك الأمور تؤكد تميز صاحب السمو الأمير الراحل في حلحلة المشاكل وقدرته على
أن يجلس الفرقاء على طاولة واحدة وأن يكون هناك تواصل وأواصل للاجتماع موحد، تكون نتائجه دائما مثمرة فيما يخص المشاكل العالقة ما بين الفصائل والدول. لذلك نحن نتكلم عن شخصية غير عادية، شخصية وضعت مقاييس في العالم. نحن نتكلم عن اليوم عن سادس يوم أو خامس يوم بعد وفاته، لا زالت الوفود يعني تتوالى وتحضر بشكل مستمر، ولولا جائحة كورونا لاستمر هذا العزاء إلى يعني عشرات الأيام وبل والشهور. الشيخ صباح الأحمد شخصية غير عادية، لم يكرم من قبل الولايات المتحدة كقائد أعلى، وهو الشخصية الثانية التي حازت على هذا اللقب بعد يعني الإمام الراحل الملك عبد العزيز رحمة الله عليه. لم تأتي من فراغ، بل أتت لرجل يستحق أن يكون قائد أعلى. لم يكن لوجود الشيخ صباح الأحمد رحمة الله عليه مرور عادي أو مرور للتاريخ، بل سيكون له بصمة واضحة وموضع قدم الكثير من المشاكل العالقة في الشمال، في شمال الكويت وهي العراق. وضع مؤتمر لإعمار العراق مع أن هناك غزو في يوم من الأيام يعني تكبدت فيه الكويت الكثير من الخسائر، ولكن عمل مؤتمر للعراق من أجل إعمار العراق ووصل إلى 7 مليار أو 6 مليار ونص لدعم المشاريع التنموية في العراق. كنت كل أمور تؤكد أن الشيخ صباح شخصية غير عادية، شخصية لن تمر على التاريخ مرور عادي. نعم، كانت إحدى هذه المبادرات التي خاضها سموه رحمه الله وظل يناضل لتحقيقها هي المصالحة الخليجية وإعادة اللحمة للبيت الخليجي، وعمل يعني رحلة مكوكية كلنا نتذكرها في رحلة عابرة بين 3 دول الخليج. كيف سيتم برأيك استكمال هذا المسار الذي بدأه رحمه الله القائد صباح الأحمد؟ طبعا دولة الكويت دائما حاضرة في حالة الكثير من المشاكل، يعني من 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 يعني اجتماع العقير عام 1922 كانت الكويت هي الحاضرة لحل حالة المشاكل في محيطها الإقليمي أو في يعني الدول القريبة منها. لذلك أنا أعتقد أن صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد سيكمل هذه المسيرة في أن تكون الكويت حاضرة في رأب الصدع ما بين الأشقاء في دول مجلس التعاون. دولة الكويت منذ يعني ما يقارب 150 عام لم تقف متفرجة للخلافات ما بين الأشقاء، بل كانت حاضرة بقوة، وكانت حاضرة أيضا في يعني المؤتمر الذي حصل في الكويت قبل ما يقارب سنتين، وهي يعني مؤتمر الذي حصل ما بين الحوثي والمملكة العربية السعودية، واستمر لما يقارب شهر ونصف في دولة الكويت. الكويت دائما حاضرة في حلحلة ورب الصدع ما بين الدول الشقيقة. لذلك أعتقد أن صاحب السمو الأمير الحالي الشيخ نواف الأحمد سيكمل هذه المسيرة، وهي ليست مسيرة يعني الأمير راحل صباح الأحمد فقط، بل كان للحكماء وكان لأمراء دولة الكويت في السابق وجود في الكثير من الحلحلة الكثير من المشاكل. لا ننسى أن فكرة من التعاون هي فكرة كويتية رائدة. الشيخ جابر الأحمد رحمة الله عليه هو صاحب فكرة مجلس التعاون، وأبانها كان وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد، وأبانها كان وزير الداخلية والشيخ الأمير الحالي نواف الأحمد. لذلك نحن نتكلم عن سلسلة متواصلة ومتصلة فيما بينها لذات الفكرة وذات يعني الشأن المتصل. لذلك أنا أعتقد أن الشيخ نواف الأحمد إن شاء الله بإذن الله سيولي هذا الأمر أهمية، خصوصا وأن ديدا الأمير الراحل رحمة الله عليه الشيخ صباح هو أن يكون هناك حل جذري للخلاف الخليجي الخليجي. نعم. نعم. صحيفة اليوم السابع مشاهدين المصرية تعنون: القائد الحكيم، من هو الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت الراحل؟ الصحيفة تسطر ما يلي: كان أمير الكويت الراحل إنسانا، لا يستطيع أن يرى إنسانا مثله يتألم إلا ويقدم له يد المساعدة، وقائد بات يعرف بكونه أميرا حكيما يحمل السلام للعالم. الشيخ صباح الأحمد رحمه الله كان لا يدخر جهدا لأجل نجدة طالبها على امتداد الدول العربية والإسلامية والعالم كافة،
ليضرب بذلك أروع الأمثلة في البذل والعطاء، والتي أكسبت دولة الكويت السمعة الطيبة والمكانة المرموقة. وتشير صحيفة اليوم السابع إلى أن المبادرات والمشاريع الإنسانية والتنموية التي تنفذها الكويت في مختلف دول العالم، وخصوصا في الدول النامية والفقيرة، شكلت امتدادا لهذا الإرث، والدليل على التزامها بدعم الإنسان وتأمين حقوقه الأساسية. إذن القائد الحكيم، عنوان صحيفة اليوم السابع المصرية، أين تجلت حكمته رحمه الله؟ تجلت حكمته في أن يكون حاضرا في كافة المشاكل ذات الشأن المتصل ما بين الدول العربية. تجلى حكمته في أن يكون له يد طولة في أن يكون هناك حلحلة للكثير من المشاكل ومساعدة للكثير من الأمور المتعلقة في الجانب الإنساني. حكيم المنطقة، نعم هو رجل حكيم بلا شك، هو استطاع أن يعني يكون يعني حلقة وصل ما بين يعني الشرق وما بين الغرب العربي. كان حاضرا في كثير من المجالات المتعلقة، في المؤتمرات المتعلقة، خاصة في يعني دول كإيران، وهي من الدول التي يعني دائما ما يكون هناك كثير من يعني اللغط في وسوء المشاكل في المنطقة، لذلك دائما ما يكون حاضرا في حلحلة المشاكل، وأن إيران تبقى جارة وتبقى حاضرة وتبقى إسلامية. وكذلك يعني من جانب آخر، وهي الكثير من الدول العربية والتي يعني وضع صاحب السمو لها جل اهتمامه في أن تكون الكويت حاضرة في يعني حل مشاكلها والدفع باتجاه أن يكون هناك استقرار في الكثير من مدنها. لن ننسى مؤتمر المانحين، لن ننسى يعني أعلى منحة مرت في التاريخ، وهي مؤتمر المانحين الذي حصل في عام 2014 لسوريا. نحن نتكلم عن ما يقارب 7 مليار دولار وجه لسوريا من أجل المعيشة. لن ننسى يعني الدعم الذي أعطاه لمصر يعني ومن أجل يعني الخروج من عقد الزجاجة في الأزمة الاقتصادية التي حلت بها أبان الثورات العربية. لذلك الحكيم، نعم هو الحكيم، وهو الذي وضع يعني موضع قدم في الكثير من يعني المشاكل والعراقيل التي حصلت لكثير من البلدان والمدن العربية. كان حاضرا في يعني حل مشاكلها، كان حاضرا في دعمها ماديا ومعنويا واقتصاديا. نعم رشيد، ابقى معنا، أيضا ننتقل معك ومع السادة المشاهدين، ونبقى مع الصحافة المصرية لكن في سياق التقرير. مراسلتنا أمل مسعد من القاهرة، فإلى هناك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. أهلا ومرحبا بكم في جولة إخبارية استثنائية نستعرض خلالها أهم وأبرز منشطات الصحف المصرية والمعالجات الصحفية التي تناولت نبأ وفاة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح طيب الله ثراه. هذه هي الكويت، نحميها ونصونها كما حماها وصانها أباؤنا وأجدادنا. ونستهل الجولة الإخبارية من جريدة الأهرام. الأمة العربية والإسلامية فقدت قائدا من أغلى رجالها، هكذا نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي وفاة المغفور له بإذن الله سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح طيب الله ثراه. وقالت الأهرام، كتب الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابه الشخصي: أنعي ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له أمير دولة الكويت، وأعرب عن خالص التعازي لدولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبا. وننتقل إلى الأزهر الشريف في جريدة الأخبار. نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح طيب الله ثراه، وأكد أن التاريخ شاهد على أنه كان قائدا حكيما وراعيا للسلام والحوار بين الناس، ويستحق بجدارة أن يلقب بأمير الإنسانية. وما زلنا في جريدة الأخبار ومنشط رئيسي.
وقف رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي وأعضاء الحكومة دقيقة صمت حدادا على روح أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، حيث تقدم المجلس بخالص العزاء إلى عائلة الفقيد وإلى الشعب الكويتي الشقيق، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. أما عن اليوم السابع، حيث استهل أعضاء البرلمان الجلسة العامة بالوقوف دقيقة حداد على أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، وذلك بعد أن قدم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب العزاء للشعب الكويتي في وفاة الأمير، متمنيا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه كل التوفيق والسداد في سبيل استكمال مسيرة الفقيد الراحل. وعن الجامعة العربية والخبر الأخير، نشرت الجمهورية: نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وفاة أمير دولة الكويت المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، واصفا إياه بأنه زعيم عربي نادر. ووجه الأمين العام بتنكيس العلم على مقر الجامعة لمدة 3 أيام. رحم الله فقيد الأمة العربية، أمير الإنسانية، رجل الحكمة، الشيخ الراحل سمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه. وأشكر حضراتكم لطيب المتابعة، وأعود مرة أخرى لزملائي في استوديو منشط الصحافة. كانت معكم من القاهرة أمل مصعد، تلفزيون دولة الكويت. أما في صحيفة الوطن القطرية مشاهدينا، نقرأ تحت هذا العنوان: الدبلوماسية تودع أميرها. نعى عدد من القادة العرب المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل والذي وافته المنية أمس بعد مشوار حافل في خدمة الكويت وشعبها وقضايا الأمتين العربية والإسلامية. وعدد القادة العرب مناقب فقيد الكويت الكبير وأثنوا على جهوده رحمه الله في مساعدة الشعوب العربية الشقيقة ودول العالم أجمع، حيث امتدت أيادي الخير الكويتية البيضاء في عهد سموه رحمه الله تعالى إلى أصقاع العالم المختلفة. وقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه للشعب الكويتي في وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه. إذن العالم لم يتوقف حتى الآن من نعي سمو الأمير الراحل، وقد تابعنا بالأمس تقاطر مزيد من الوفود العربية والأجنبية. ما الأبعاد الإنسانية والسياسية لهذا الزخم؟ طبعا هذا يؤكد دور صاحب السمو طيلة الفترة تولي وزارة الخارجية وطيلة يعني تقلده مقاليد الحكم في دولة الكويت، لذلك هي يعني أمر طبيعي يكون للوفود حضور يعني ملفت للنظر وأن يكون بشكل متواصل خلال فترة ال5 أيام الماضية. أعتقد وكما ذكرت سلفا لولا جائحة كورونا أزال عن هذا الوباء لاستمرت هذه الوفود حتى يعني أيام وعشرات الأيام المقبلة. الشيخ صباح الأحمد شخصية ليست بالشخصية العادية، وهي شخصية يعني معروفة بالثقل والحكمة والاتزان، لذلك حضورها في كافة المحافل الدولية
وتواجده فيه على خارطة العالم من أجل يعني مساعدة الفقراء، من أجل الدعم الإنساني، من أجل أن يكون هناك دور بارز وحيوي لدولة الكويت، لم يعني يكون للشيخ صباح الأحمد موضع راحة في الكثير من الأمور المتعلقة في مشاكل العالم من مشرقها إلى مغربها. لذلك بلا شك هذا الشيء طبيعي أن يكون هناك حضور ملفت للنظر، وأن تكون هناك وفود متعاقبة، وفد يتلو وفد ووفد يودع وفد. لذلك هذا بلا شك هذا ما كنا نتوقعه، بل أن نتوقع أكثر من ذلك، وهو في أن تستمر هذه الوفود يعني بالحضور وتقديم واجب العزاء في شخصية لم تكن شخصية عادية ولن تكون شخصية عادية، وضعت بصمات واضحة على مسيرة الخارطة السياسية والخارطة الإنسانية في العالم. لم يسجل اسم صاحب السمو الأمير الراحل كقائد للعمل الإنساني من فراغ، بل قدم له من أكبر منظمة عالمية وهي يعني الأمم المتحدة، الذي ألقت بهذه التسمية إلى صاحب السمو الذي يليق به. لذلك لم يقطع الأمين العام للأمم المتحدة كلمته قبل ما يقارب 4 أيام في الأمم المتحدة، ويؤبن الأمير الراحل إلا تأكيدا على دوره الحيوي والمحوري في كثير من المشاكل وكثير من الأمور المتعلقة في الشعوب. لذلك هذا الشيء طبيعي جدا أن يكون هناك توافد بشكل مستمر وبشكل ملفت من الصباح الباكر حتى يعني ساعات متأخرة من الليل. نحن نتكلم اليوم عن 5 يوم يعني لا زالت الوفود تتواصل، ولا زال يعني الكثير يقدم واجب العزاء سواء بالحضور أو ببقيات التعزية. أنا أعتقد أن أيام أيضا مقبلة سيكون هناك حضور لكثير من الوفود والشخصيات لتقديم واجب العزاء بهذه الشخصية الغير عادية. هناك الكثير من يعني حكام دول العالم من مشرقها إلى مغربها لم نعتد على أن تنكس الإعلام ويعلن فيها الحداد، على سبيل المثال كجمهورية كوبا على سبيل المثال الذي أعلنت الحداد، يعني إندونيسيا وتايلاند وإلى آخره من بعض الدول التي يعني تبعد عنا آلاف الكيلومترات وأعلنت الحداد، حزنا ومآثرة على يعني وفاة وفقيد الأمير الراحل. نحن نتكلم عن يعني شخصية غير عادية جدا، بلا شك من البديهي ومن الطبيعي جدا أن يكون الوفود حضور في تقديم واجب العزاء. نعم. في مقال لها نقرأه في صحيفة الحياة الفلسطينية عن العلاقة الخاصة بين الشعبين الفلسطيني والكويتي، وبقدر ما هي فلسطين مزروعة في وعي الكويتيين فإن للكويت مكانة خاصة جدا عند شعبنا الفلسطيني. هذا أبدا ليس فيه أي نوع من المبالغة. ويضيف المقال: رحل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، شعر شعبنا الفلسطيني بالحزن والفقدان لأن هذا الأمير العروبي لم يرضخ للضغوط وبقي وفيا للأمانة القومية، وفيا لفلسطين وقضيتها، لأن هذا الأمير جعل من الكويت بلدا جامعا للأمة العربية لا مفرقا خارج المحاور التي لم تجلب للأمة سوى مزيد من التدهور والتمزق. يعني المقال هنا أكد على أن فلسطين مزروعة في وعي الكويتيين. كيف كان حرص الأمير الراحل رحمه الله على هذه الأمانة على أرض الواقع؟ يقول أحد الكتاب الأمريكان قبل ما يقارب أسبوع أو 3 أيام أن خلال زيارة له قبل 2 عامين للولايات المتحدة الأمريكية كان هناك إعاز، أو كان هناك يعني تبادل لوجهات النظر فيما يخص التطبيع مع إسرائيل، وكان لديه جواب واضح صاحب السمو الأمير رحمة الله عليه، قال يعني لن أتخلى عن مبادئي وأنا قريب 90 عام، لن أتخلى عن مبادئي فيما يخص القضية الفلسطينية، وأن أتخلى عن عروبتي وأتخلى عن هذه القضية التي يعتبرها قضية مصيرية وأنا قريب من 90 عام. لذلك هذا يؤكد أن صاحب السمو الأمير كان القضية الفلسطينية ملف خاص. أنا شخصيا حضرت في إحدى يعني في إحدى المؤتمرات لاتحاد البرلمان الدولي في سويسرا، وكنا كوفد برلماني يعني وأنا موجود أغطي صحيفتي، كان هناك تعليمات من صاحب السمو في أن تدرج القضية الفلسطينية
في ما يخص القدس عاصمة لفلسطين وليس لإسرائيل. واستطاع رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم آنذاك يعني في اجتماع 138 لاتحاد البرلمان الدولي أن يدرج هذه القضية بإعاز وبتعليمات من صاحب السمو. هذا يؤكد على أن قضية فلسطين حاضرة في بال صاحب السمو في تفاصيلها، لدرجة أن هناك اجتماعات جانبية لاتحاد البرلمان الدولي كان صاحب السمو حاضرا فيها من أجل أن يكون القضية الفلسطينية حضور، وأن يكون القضية الفلسطينية ممثل، وكان يكون القضية الفلسطينية غطاء شرعي يدافع عنه. لذلك القضية الفلسطينية والملف القضية الفلسطينية هو ملف خاص أنا أعتبره هو صندوق أسود وضع بجانب صاحب السمو ولم يتخلى عنه طيلة مسيرة 50 و60 عام الماضية. بلا شك كان حاضرا في الأمم المتحدة في جميع خطاباتها التي تلاها في الأمم المتحدة، كانت فلسطين حاضرة في نصوص كلماته وفحوى خطاباته. لذلك هي يعني قضية ليست بالعادية بالنسبة لصباح الأحمد تحديدا، بين قوسين صباح الأحمد لم تكن قضية فلسطين قضية غائبة عن باله، بل كانت حاضرة حتى في تفاصيلها. نعم. كان يجتمع مع اللجان الخارجية لمجلس الأمة أحيانا أبان توليه وزارة الخارجية أو يعني كون رئيس وزراء أو أميرا للدولة، كان دائما ما يؤكد على أن القضية الفلسطينية لابد أن تكون حاضرة يعني لديكم في مجلس الأمة من أجل أن يكون هناك غطاء شرعي للدفاع عن القضية الأم وعن القدس. كل تلك الأمور تؤكد مكانة هذه القضية في يعني عمق صاحب السمو وفي وجدانه. لم يتخلى عن القضية الفلسطينية طيلة 91 عام الماضية، لم يتنحى أو ينحني من أجل بعض الضغوطات التي مارست هنا وهناك من أجل بيع هذه القضية. نعم. ظل يكافح ويحارب بل ويدعم الفصائل الفلسطينية بدعم مالي ومعنوي، سواء حركة فتح أو حماس أو غيرها من الحركات التي يعني لا زالت تؤبل صاحب السمو حتى اليوم في كتاباتها وفي صحفها وفي يعني مجالسها. هذا بلا شك هذا ديدن صباح الأحمد رحمة الله عليه. نعم أستاذ رشيد، إذن مع السادة المشاهدين ننتقل وإياكم إلى قطاع غزة بالتحديد وإلى مراسلتنا هناك سعاد الإمام، لكن مشاهدينا بعد هذا الفاصل. إنا لله وإنا إليه راجعون، إن قلوبنا لتحزن وإن عيوننا لتدمع، وإنا على فراقك يا صباح لمحزونون. اللهم آجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم مثواه وطيب ثراه واجعل الجنة مستقره ومثواه، أنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أهلا بكم مجددا مشاهدينا في ماشيت الصحافة، وننتقل معكم إلى قلب قطاع غزة، ومعنا هناك مراسلتنا سعاد الإمام. أهلا بك معنا سعاد. لا شك أن رحيل سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح طيب الله ثراه كان فقدا عظيما للشعب الفلسطيني، وخاصة نتحدث هنا عن المحاصرين في قطاع غزة. كيف تعاطت وسائل الإعلام هنا مع هذا الحدث الجلل؟ أف
أفردت وسائل الإعلام الفلسطينية المقروءة والمسموعة والمرئية إضافة إلى الإعلام الإلكتروني وأيضا وسائل الاتصال الاجتماعي مساحات كبيرة للتعبير عن الغصة والألم الذي اعتصر الفلسطينيين قيادة وحكومة وشعبا على فقدان أمير الإنسانية وفقيد الأمة العربية والعالم أجمع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه. الكل الفلسطيني عبر عن حزنه وألمه الشديد بهذا الفقدان الكبير لشخص لم يكن عاديا بالنسبة للفلسطينيين. الرئاسة الفلسطينية أعلنت الحداد، الأعلام نكست، بيوت العزاء انتشرت في كافة المدن في قطاع غزة وبمدن الضفة الغربية. صلاة الغائب أيضا أقيمت على روح فقيد الإنسانية، فقيد الكويت، فقيد الوطن العربي والعالم. لا نخفى ولا نخفي على أحد أن الشوارع الفلسطينية توشحت بالسواد. الأطفال الفلسطينيون نعوا بابا صباح وعبروا عن ألمهم الكبير لأنه كان الأب الحاني لكل أطفال العالم من أجل رسم الابتسامة على وجوههم. هؤلاء الأطفال الذين تهدمت بيوتهم وكانت الكويت الأولى بإعادة بناء بيوتهم. الفلسطينيون عبروا بوقفات تأبينية وبيوت عزاء عن حزنهم وألمهم، وأيضا أعلنوا عن عدة مبادرات أقاموا منطقة الصباح الصناعية في منطقة دير البلح. أطلقوا اسم منطقة الصباح على هذه المدينة الخاصة بالعمال الذي كان يعتني بهم حضرة صاحب السمو، وأيضا أطلقوا اسم فقيد الإنسانية على أهم الشوارع هنا في قطاع غزة. نعم. جرحى فلسطين عبروا أيضا عن ألمهم ولكن بصورة أخرى بعيدا عن القلم وبعيدا عن الريشة. ذهبوا إلى شواطئ بحر فلسطين ونقشوا ونحتوا صورة حضرة صاحب السمو الفقيد على رمال بحر قطاع غزة، طيب الله ثراه. نعم. كل الفلسطيني أجمع على رثاء أمير الإنسانية. الأقلام الفلسطينية كتبت على مدار الأسبوع كلمات الرثاء والمواقف الكبيرة لحضرة صاحب السمو طيب الله ثراه بدعمه المتواصل لقضية القدس والمسجد الأقصى المبارك وفلسطين والدفاع عن فلسطين دوليا وعبر كافة المحافل الدولية. المواقف الإنسانية نعم. كبيرة جدا لفقيد الإنسانية. المستشفيات في قطاع غزة فتحت بيوت عزاء لما كان للكويت دور هام في دعمها وفي دعم المرضى الفلسطينيين. لا ننسى بأن الكويت حتى اللحظات الأخيرة كانت تقف بجانب الفلسطينيين حتى في أزمة كورونا. أول من لبى نداء الحاجة الفلسطينية العاجلة الهلال الأحمر الكويتي بدعم القطاع الصحي بكافة المستلزمات الطبية. للكويت بصمات كبيرة. اللاجئين الفلسطينيين رثوا أمير الإنسانية. عندما قابلنا هؤلاء اللاجئين بالأمس القريب تحدثوا لنا عن وجع الفقدان لمن كان يضعهم في سلم أولوياته على أجندته بدعمهم ودعم صندوقهم بتوصيل المساعدات الغذائية والإنسانية وكفالتهم طوال العام. الأيتام الفلسطينيين شرائح كبيرة وكثيرة لا تعد ولا تحصى، ولكن الفلسطينيون أجمعوا على أنهم باقون على العهد. نعم. وأن الدعوات والأكف ستبقى مرفوعة بالدعاء له بالرحمة والغفران لما له من بصمات كويتية إنسانية كبيرة جدا داعمة للحق وللقضية. نعم. الفلسطينية أيضا. نعم سعاد الإمام مراسلتنا من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. مستمرين معكم مشاهدينا في ماشيت الصحافة. ورحل أمير الإنسانية، عنوان آخر نقرأه بصحيفة البيان الإماراتية التي كتبت في رحيل هذا الفارس العربي تفقد الأمتان العربية والإسلامية أحد أبرز قادتها
ورجل دولة من الطراز الرفيع، ساهم بشرف في الحياة السياسية الكويتية والعربية، فقدم يد العون للجميع وساعد بسخاء الكثير من الدول، فكان المدافع والحريص على الكرامة الإنسانية بكل أبعادها. لقد ترجل فارس الكويت صاحب الرؤية الثاقبة والمواقف الإنسانية الكبيرة التي رفعت اسمه عاليا كأمير للإنسانية بكل ما في الكلمة من معنى. وإذا كان من كلمة يمكن أن نقولها في رحيل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فهي أنه ليست خسارة للكويت والشعب الكويتي فقط، وإنما هو خسارة للإمارات وشعبها وللأمتين العربية والإسلامية، لما كان يتمتع به هذا الراحل الكبير من عمق في الرؤية وحنكة سياسية جعلته محط إعجاب واحترام العالم بأسره. إذن أغلب العناوين أستاذ رشيد تشير هنا إلى صفة أمير الإنسانية، ما دلالة ذلك؟ هي دلالة ذلك على دائما ما يكون صاحب السمو والحاضر جميع الأمور المتعلقة بالإنسانية. ذكرنا في هذا البرنامج سلفا أن يكفي فخرا أن نعلى مؤتمر للمانحين والأمور المتعلقة بالإنسانية كانت داعي له هو صباح الأحمد، مؤتمر مانحين عام 2014 والذي وصل فيه المبلغ إلى ما يقارب 7 مليار دولار. هو مؤتمر دعا إليه صباح الأحمد وهي أعلى منحة إنسانية في التاريخ. لذلك أمير الإنسانية أو قائد الإنسانية لم تأتي من فراغ، الكثير من دول العالم كانت يعني حاضرة في ذهن صاحب السمو الأمير راحل إنسانيا. الكثير من المدن التي تم تشييدها، هناك الكثير من الجامعات، أنا شخصيا لي زيارة في عدة من الدول شرق آسيا، يعني وبالصدف يعني لقيت نظرة على كثير من الجامعات والكثير من المعاهد التي سميت بدولة الكويت بتبرع من صاحب السمو الأمير. الجامعة الأولى في قرقيزستان على سبيل المثال، هناك جامعة الكويت وهي من أكبر الجامعات الموجودة في بشقيق العاصمة القرقيزية، هي يعني بناء من قبل صاحب السمو الأمير، ونحن نتكلم عن دول تبعد عنا آلاف الكيلومترات، ولكن وجودها إنسانية كانت حاضرة في ضمير صاحب السمو الأمير الراحل. لذلك تسمية أمير الإنسانية أو قائد الإنسانية لم تأت من فراغ، كل الدول تشهد بمواقفها الإنسانية وبعطاياها السخية وبمناصرة الشعوب التي تعاني من الكوارث والمحن. نعم، صحيفة عكاظ مشاهدينا أبرزت تصدر خبر وفاة أمير الكويت. الإعلام الخليجي والعربي والإسلامي العالمي كون الفقيد رحمه الله قيادة تحظى بالاحترام والتقدير في كافة الأوساط العالمية ونعاه قادة الأمة. مرت 4 عقود شهد فيها الشيخ صباح رحمه الله على أحداث تاريخية كبرى في بلاده والمنطقة والعالم أجمع. العالم ينعي أمير المواقف النبيلة، الكويتيون يبكون والسعوديون يعزون، والشيخ نواف يؤدي اليمين الدستورية، صوت الحكمة يغادرنا بهدوء وانتقال سلس للسلطة. مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى مقال اليوم، لكن بعد هذا الفاصل. ما قال اليوم مشاهدينا نقرأه من صحيفة الجزيرة السعودية بعنوان ليتها تكتمل المراثي بقلم الشيخ فيصل حمود الصباح، حيث كتب ليتها تكتمل المراثي لتقول بعض ما نريد قوله في مقام على بفعله، تتدفق ينابيع الكلام من مشارق الأرض ومغاربها عرفانا وامتنانا لمن استحق العرفان والامتنان، ولا توفي الذي سبقت أفعاله الأقوال حقه. نعي أن للكلام دلالته وأن للدلالات دلالتها حين يتعلق الأمر برمز مثل فقيدنا أميرنا ووالدنا المغفور له سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته،
ومن دلالات الكلام التي لا تخطئها عين أن فقيدنا دخل التاريخ من بوابة قلوب الناس في جميع أنحاء المعمورة لتقام الصلوات على روحه وتفتح له بيوت العزاء أينما يممنا وجوهنا على كوكب تسوده الصراعات والحروب ويجتاحه الوباء. اتفقت شعوب الكوكب على مواقفه وعطائه رغم كل ما يفرقها من عوامل وأسباب الفرقة والنزاع، لم تبخل عليه بالدمع الذي يذرف على الأحبة ولم يشغلها عن الترحم عليه مصائبها وانشغالاتها، دلالة تلد أخرى. إذن مشاهدينا وصلنا إلى فقرة الكاريكاتير بعد هذا الفاصل. إذن مشاهدينا وصلنا إلى الكاريكاتير مع ضيفي الصحفي البرلماني رشيد الفعم، وأولى هذا الكاريكاتير من صحيفة النبض وتعليقك عليه أستاذ رشيد. هو تعليق أن الصورة معبرة جدا، وأن هناك يعني اثنين من الأخوة الفلسطينيين يلبسون لبس فلسطيني وعليه علم فلسطيني يلوح بوداعا لأمير الإنسانية، وهذا ما يؤكد أن الفلسطينيين حزينين جدا وفلسطين حزينة جدا على وداع من تمسك في مبادئه، من تمسك بالقضية الفلسطينية طيلة مسيرة حياته الدبلوماسية والسياسية. وهو بلا شك تلميحات واضحة من قبل يعني جريدة نبض التي وصلت هذا الكاريكاتير بتعبير واضح وصريح. نعم، ومعنا في الكاريكاتير الثاني رشيد من صحيفة الأنباء والزميل الفنان محمد طلاب وتعليقك عليه. هي كرسالة تعطى من صاحب السمو الأمير الراحل للأمير الحالي، إن شاء الله أن يكون خير خلف خير سلف إن شاء الله بإذن الله، وأن يكون يعني حضوره حضور إن شاء الله يعني لمزيد من الازدهار والاستقرار لدولة فلسطين. نعم، وبهذا الكاريكاتير مشاهدينا وصلنا إلى الختام، لكن ما يسعني أن أشكر ضيفي كان معنا الصحفي البرلماني رشيد الفعم، شكرا جزيلا لك. العفو، حياكم الله، أهلا وسهلا. الشكر موصول مشاهدينا لكم على طيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة من ماشية الصحافة، في أمان الله.